أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. تتواصل الاستعدادات للانتخابات النيابية في 15 من أيار الحالي ووسط ارتفاع لسقف الخطابات، واليوم سجل لقاء عالمي جامع بدعوة من وزير الإعلام زياد مكاري في وزارة الإعلام، والذي أشار إلى أننا تحدثنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تشكيل ميثاق شرف، وقد يحصل هذا الأمر بعد الانتخابات. كما أشار إلى مشكلات يعاني منها تلفزيون لبنان قائلا سنحاول حل ما نستطيع من هذه المشاكل، ومنها تعيين إدارة للتلفزيون. أما في العودة الخليجية إلى لبنان فقد توالت الاتصالات واللقاءات، فبعد وصول سفيري الكويت والسعودية وانطلاق اللقاءات حصل قبيل غروب هذا اليوم لقاء جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالسفير السعودي وليد بخاري في دارة الأخير في اليرزي، وذلك قبل مأدبة الإفطار التي يقيمها السفير السعودي على شرف الرئيس ميقاتي في هذه الأثناء. وقد أكد الرئيس ميقاتي أن أبواب المملكة لم تكن يوما موصدة في وجهه، وسيزورها خلال شهر رمضان المبارك. وكان بخاري جال طيلة اليوم على المرجعيات الروحية. إلى ذلك، وتنفيذا لبنود الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، أكدت مصادر متابعة أن جلسة نيابية عامة ستعقد بين عيدي الفصح والفطر لإقرار بعض القوانين الملحة، مثل مشروعي قانون الكابيتال كنترول والموازنة العامة، بغية إعطاء إشارة لصندوق النقد الدولي حول جدية الدولة اللبنانية في بدء تنفيذ الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها أو التي تم الاتفاق عليها معه. ولفتت المصادر إلى أن هذه الجلسة قد تكون الأخيرة قبل الانتخابات النيابية المقبلة. أما البداية فمن المؤتمر الصحفي لوزير الإعلام المهندس زياد مكاري. أشار وزير الإعلام زياد المكاري أن هذه المرحلة دقيقة إعلامياً، مشيراً إلى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، واعتبر أن مرحلة الانتخابات هي فترة تأسيسية لما بعد الانتخابات، وهي بالتالي مرحلة تجديد. كلام المكاري جاء في اجتماع حضره نقابتا الصحافة والمحررين كما وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ورابطة الخريجين للبحث في موضوع التغطية الإعلامية للانتخابات النيابية المقبلة. المكاري لفت إلى ضرورة الحفاظ على حرية الإعلام قائلا ما حدا في يملي على الإعلاميين أي شيء. أنا كوزير إعلام وكوزارة بحب أكد أنه ما حدا بيملي على الإعلاميين شيء. الإعلاميين وحرية الإعلام بالنسبة إلي وبالنسبة لوزارة الإعلام شيء مقدس، عندن كل الحماية، عندن كل الرعاية قبل الانتخابات وكمان بيوم 15 أيار. كما تطرق إلى أهمية بعض البرامج لتوعية الناخب وتعديل قانون الإعلام بالتنسيق مع خبراء وهيئات ولجان ليكون مواكبا للعصر الإلكتروني. ملف الإعلام الرسمي وتحديداً تلفزيون لبنان كان حاضراً في اللقاء. موضوع تلفزيون لبنان عرضنا شوية مشاكل، نحن حكينا، أنا دايماً خليني مظبوط معك حق وإذاعة لبنان، بس لأنه تلفزيون لبنان عنده مشاكل أكبر من مسائل عنده مشاكل أكتر للأسف. عم نحاول أنه حل هيدي المشاكل قد ما فينا بالوقت المتاح بالوقت الضيق يلي عنا إياه. طبعا بيكون أول خطوة هو أنه نقدر نعين مجلس إدارة للتلفزيون، وهذا شيء عم نشتغل عليه جديا، وممكن أنه نتوصل لشيء ما بالوقت القريب. وكانت كلمة لرئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك، الذي أكد على ضرورة الشراكة الفعلية بين هيئة الإشراف والإعلاميين. على أن يكون هناك شراكة فعلية بين هيئة الإشراف وبين رجال وسيدات الإعلام، كي نتمكن أن نقوم بعملنا على أكمل وجه بالاستحقاق الدستوري القادم في أيار إن شاء الله. بعد كلام الوزير حول إمكانية الإعلاميين بممارسة حق الاقتراع قبل يوم من موعد الانتخابات، أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي أنه نظرا إلى تعذر تعديل قانون الانتخاب بسبب ضيق الوقت، فإن هناك تدبيرا يتم درسه بين وزارتي الداخلية والإعلام وهيئة الإشراف على الانتخابات، يسمح بموجبه إعطاء الأولوية للصحفيين والعاملين في الإعلام بالانتخاب باكرا لينصرفوا إلى عملهم بتغطية اليوم الانتخابي.
بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات شرحت دورها وتأكيد على أن كل من التقطهم البعثة أعربوا عن تأكيدهم على إجراء الانتخابات في موعدها على رغم الصعوبات. لسنا هنا للتدخل بالعملية الانتخابية، لسنا محققين، عبارة تختصر مهمة بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن بدأ منذ أسبوعين فريق أساسي بتغطية الجوانب المختلفة للعملية الانتخابية في لبنان، فيما أنهى كبير مراقبين في الاتحاد الأوروبي جورج هولفيني زيارته الأولى بعد أن التقى عددا من المسؤولين والأحزاب السياسية ورجال الدين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات الدولية وشرح لهم دور البعثة. أكد التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بدعم انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة. البعثة لا تحكم ولا تصادق على نتائج الانتخابات بأي شكل من الأشكال، إنما تخيم ما إذا كانت العملية الانتخابية تتماشى مع الالتزامات الدولية والإقليمية والوطنية والتعهدات بانتخابات ديمقراطية. لسنا هنا للتدخل بالعملية الانتخابية، لسنا محققين. ستجري البعثة تقييما كاملا وشاملا للانتخابات وتحذيراتها وحملاتها، فضلا عن عمليات التصويت وعد الأصوات وفرزها إلى ما بعد الانتخابات مع الطعون والشكاوى المحتملة. هولفيني وردا على السؤال حول إن كان لمس في خلال لقاءاته وجود صعوبات قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات لا سيما في الخارج، لفت إلى أنه استمع إلى مخاوف البعض، إلا أن معظم من التقاهم أعربوا عن كل اهتمام بعدم التأجيل. ندرك أهمية هذه العملية الانتخابية وندرك أيضا التحديات المختلفة التي تواجهها، وجزء من مهمتنا هو الاستماع إلى كل الأصوات. بعد الانتخابات ستصدر بعثة الاتحاد الأوروبي تقريرين، في الأول عادة بعد يومين من يوم الانتخابات بيانا أوليا، وبعد حوالي شهرين سيعود ممثل البعثة إلى لبنان لإصدار التقرير النهائي الذي سيتضمن تقييما نهائيا للعملية الانتخابية ومجموعة من التوصيات الإصلاحية. جرى لقاء غروب هذا اليوم جمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع سفير السعودية وليد بخاري في دارة الأخير في اليرزي، وذلك قبل مأدبة الإفطار التي يقيمها في هذه الأثناء كما ذكرنا السفير السعودي على شرف الرئيس ميقاتي الذي لفت من اليرزي إلى أنه لم يشعر يوما بأن أبواب المملكة موصدة في وجهه وسيزورها خلال شهر رمضان المبارك، وشدد على أنه سمع من سعادة السفير حرص المملكة ملكا وولي عهد وقيادة على دعم لبنان وأن تكون دائما إلى جانبه. وردا على سؤال عن الضمانات التي قدمها لبنان للسعودية قال الرئيس ميقاتي: نحن نتحدث عن علاقات بين دولتين، والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الأساس كدولة. وأيضا تم التطرق إلى العلاقات التاريخية والمستقبلية بين المملكة ولبنان، وتحدث أيضا كما قال الرئيس ميقاتي السفير بخاري عن الشراكة الفرنسية السعودية فيما يتعلق بدعم 6 قطاعات في لبنان، وقال إن عودته في هذا الشهر الفضيل هي عنوان لمزيد من التعاضد مع الشعب اللبناني. هذا عنوان شهر رمضان، شهر الرحمة والتعاضد، ومناسبة لشد أواصر المحبة التي تربط لبنان بالمملكة العربية السعودية، والتعاضد الذي يؤكده خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين. وقد أكد سعادة السفير حرصهما الكبير على لبنان ووحدته ومساعدته والنظر إلى ما يريده لبنان، ونأمل بإذنه تعالى أن تكون صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها. وكما ذكرنا أيضا وردا على السؤال عن الضمانات التي قدمها لبنان إلى المملكة العربية السعودية قال الرئيس ميقاتي: نتحدث عن علاقات بين دولتين، والبيان الذي أصدرته عن حرص لبنان على العلاقات والثوابت اللبنانية بما يتعلق بأفضل العلاقات مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هي الأساس كدولة، والعلاقة بين الدولتين ستكون بإذن الله مبنية على هذه الأسس، وأنني حريص على العلاقات وتمتينها أكثر فأكثر. وردا على السؤال قال: لقد أكدت في بياني الثوابت وأننا ملتزمون بكل ما يحمي سيادة لبنان، وفي الوقت ذاته أن لا يكون لبنان منصة أو مصدر إزعاج لأي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا هو الأساس، مع الإشارة إلى أن الإفطار يحضره عدد كبير من الشخصيات السياسية ومنهم الرؤساء أمين الجميل، ميشيل سليمان، فؤاد السنيورة تمام سلام، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
السفير السعودي وليد بخاري جال على المرجعيات الروحية. في إطار جولة على القيادات الروحية اللبنانية، زار السفير السعودي وليد البخاري دار الفتوى واجتمع مع مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وقد أبدى مفتي الجمهورية ارتياحه واللبنانيين لعودة الدبلوماسية الخليجية إلى لبنان، وفي مقدمها سفيراء المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وأكد أن العودة تبشر بالخير القادم على لبنان رغم كل الظروف التي يمر بها، وبمستقبل واعد للبنانيين الذين يعيشون في أزمات صعبة للغاية. وقال بعد كل أزمة انفراج بإذن الله وعليه الاتكال. وشدد على أهمية المحافظة والحرص على العلاقة المميزة مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية. ورد السفير بخاري بتحية محبة وتعاون وقال نتوسم خيرا للبنان واللبنانيين. وقدم السفير للمفتي دريان 30,000 مصحف بتصرف دار الفتوى، وهي عبارة عن هبة مقدمة من المملكة العربية السعودية والملك سلمان بن عبد العزيز لتوزيعها على المساجد ومراكز حفظ القرآن الكريم في لبنان ومن يريد من اللبنانيين. وأعلن السفير بخاري عن إطلاق جائزة القرآن الكريم السنوية بعنوان اقرأ، والتي تقيمها السفارة السعودية لدى لبنان في شهر رمضان المبارك في كل عام برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، على أن يتم توزيع جوائز مالية للفائزين في حفل يقام أواخر الشهر في دار الفتوى. وبعد زيارته المفتي دريان، توجه السفير السعودي إلى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، حيث استقبله نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، وكان نقاش في الأمور الرهنة. ومن ثم انتقل البخاري إلى دار طائفة الدرزية، حيث التقى شيخ عقل الطائفة الشيخ سامي أبو المنى. وأمل سماحتها يسعى المسؤولون في لبنان من أجل التفاهم الدائم على كل ما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين، باعتبار ما يجمع بلدينا من ثقافة وحضارة وإرث تاريخي جعل من انتمائنا للعروبة خيارا ثابتا ماضيا وحاضرا. وكان السفير البخاري انتقل إلى بكركي، حيث أكد البطريرك الراعي أن عودة سفراء دول الخليج لبنان عكست ارتياحا لبنانيا وطنيا، وأعادت التأكيد على وقوف الأشقاء العرب إلى جانب لبنان. أهلا بكم. الرئيس عون دعا إلى التشدد في المراقبة وضبط التجاوزات، لافتا إلى دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد. ورئيس الجمهورية عرض الاستحقاق الانتخابي والتطورات مع النائب أسعد درغام والوزير السابق شكيب إرطباوي. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أكد أهمية دور هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في الإضاءة على التجاوزات والارتكابات التي تحصل في المؤسسات الرسمية، داعيا إلى التشدد في المراقبة وإعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة. كلام الرئيس عون ورد في خلال استقباله وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران والمدعي العام القاضي فوزي خميس والقضاة نيلي أبي يونس ونجوى خوري ورانيا اللقيس. الوفد قدم لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه ديوان المحاسبة حيال قطاع الاتصالات من عام 2004 وحتى الآن، والذي أظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجير وشركتي الخلوي تتناول مسائل إدارية وتنظيمية ومالية، إضافة إلى توصيات واقتراحات لتحسين الإنتاجية وضبط الهدر والمخالفات. وأثنى الرئيس عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير الذي يفترض أن يأخذ مجراه القانوني. الرئيس عون عارض مع النائب أسعد درغام الأوضاع في البلاد والاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى حاجات منطقة عكار الإنمائية. وفي قصر بعبد الوزير السابق شكيب كردواوي الذي أجرى مع الرئيس عون جولة أفق تناولت التطورات السياسية. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة للجان المشتركة لدرس مشاريع واقتراحات قوانين ومن بينها الكابيتال كنترول، وذلك عند الساعة 11 من قبل ظهر الأربعاء الواقع في 13 نيسان. في السراي الحكومي سلسلة اجتماعات للرئيس ميقاتي وملف الأدوية ومعالجة تداعيات الأزمة المالية على طاولة البحث. آلية استمرار استيراد الأدوية خصوصا تلك التي لا تنتج في لبنان تناولها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بمشاركة وزير الصحة فراس أبيض مع وفد تجمع الشركات العالمية لاستيراد الأدوية في لبنان. الوزير أبيض أشار إلى القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتوجيه الطلب إلى مصرف لبنان لإصدار دفعة للشركات العالمية لضمان استمرارية وصول الدواء. إنه الخطوة اللي أخذناها من أسبوعين وهو أنه نحن تركيز الدعم
للأدوية اللي تنتج محليا، ولكن هنالك أدوية وخاصة بأمراض السرطان والأمراض المستعصية الأدوية تبعيتها لا تنتج في لبنان، وهيدولي نحن اللي هن الهم الأكبر لألنا، لأنه هيدولي بهمنا أنه يضلوا موفرين للمريض. بالإضافة لذلك نحن في عنا كذلك المكانة اللي وصلها لبنان بأنه رائد هو بالعلاجات، علاجات الأورام على صعيد المنطقة، وأخذنا من دولة الرئيس تطمينات للمرحلة الجاية كرمال حتى تقدر هالشركات العالمية بالرغم من المشاكل اللي عم نعانيها تقدر تورد دواء على لبنان ويقدر المريض اللبناني يضلوا يحصل على دواء. رئيس مجلس الوزراء رأس اجتماعا للجنة المزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، وقد جرى الاتفاق على سلسلة اقتراحات ستعرض على مجلس الوزراء لدرسها وإقرارها. الرئيس ميقاتي عرض التطورات مع وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب، وكان التقى الوزير السابق شكيب قرطباوي. نوه المكتب السياسي لحركة أمل بعد اجتماعه الدوري بالاستعدادات لإنجاز الاستحقاق الانتخابي الذي يبقى المعبر الوحيد للخروج من الواقع السياسي الراهن إلى واقع أفضل. وراء المكتب السياسي أن المهمات التي تثار حول إجراء العملية الانتخابية مردودة على أصحابها وعلى السلطة التنفيذية عبر الوزارات المختصة أن تؤمن المستلزمات لهذا الشأن. حركة أمل أيدت الخطوات المزمع إجراؤها في الشأن النقدي من قبيل الكابيتال كنترول والاتفاق مع الجهات المختصة، مع ضرورة التأكيد على أن أي عملية تتعلق بالقطاع المصرفي يجب أن يكون على رأس أولوياتها حقوق المودعين وإلزام المصارف بدفع هذه الحقوق، كما دعت إلى الاستفادة من مناخات الانفراج في علاقات لبنان مع المحيط والعالم وخصوصا مع الدول العربية الشقيقة. رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفي كلمة له عبر زوم خلال إطلاق لائحة زحل السيادة رأى أن من يريد يحمي ويبني بالفعل يتصرف على هذا النحو ولا يتحالف مع أفسد الفاسدين في لبنان ويحاول مجددا أن يغش قواعده، فمن يريد أن يحمي ويبني بالفعل يفتش عن بنائين أو عفوا عن بنائين للتحالف معهم وليس عن هدامين وفاسدين، وبالتالي وكما هي تحالفات فهم لا بقون ولا يبنون ولا يحمون ولا من يحزنون. وزير الإعلام زياد مكاري التقى في مكتبه في الوزارة أحد كبار مراسلي الشرق الأوسط لوكالة رويترز توماس بيري ومديرة مكتب الوكالة مايا جبيلي. وزير الإعلام زار صاحب جريدة السفير ورئيس تحريرها طلال سلمان في مبنى الجريدة في الحمرة، وقال إنه بعد الاطلاع على هذا الزخم من الإرث الإعلامي في جريدة السفير لا بد من تحضير بروتوكول تعاون ربما في الأيام المقبلة. فبعد الزيارة تمتلئ الذاكرة بالأفكار الجميلة التي يمكن تنفيذها لتحقيق المزيد من الإبداع على الصعيد الإعلامي. أمنيا أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه أنه بتاريخ 11/4/2022 دهمت قوة من الجيش في طرابلس منازل 7 مواطنين ومنزل سوري وأوقفتهم جميعا وهم مطلوبون لارتكابهم عدة جرائم، كما ضبطت بحوزتهم أسلحة فردية. زارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون ثانوية السرفاند الرسمية برفقة فريق عمل من الهيئة ومن وزارة التربية والتعليم العالي، وتأتي الزيارة استكمالا لسلسلة جولات في الثانويات الرسمية ضمن مشروع فتيات متمكنات وقادرات التعليم للجميع. وخلال الزيارة أقيمت جلسة توعوية تمحورت حول الوقاية من العنف وأشكاله وتداعياته وبعض الرسائل الأساسية وإرشادات للوقاية، وتم عرض فيديوهات عن الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر. رئيس جمهورية الشيشان يقول إن القوات الروسية ستستولي على العاصمة الأوكرانية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا لن توقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا من أجل جولات لاحقة من محادثات السلام. وفي مقابلة مع التلفزيون الروسي الرسمي قال لافروف أنه لا يرى أي سبب لعدم مواصلة المحادثات مع أوكرانيا، لكنه أصر على أن موسكو لن توقف عملياتها العسكرية عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى. وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بتعليق العمليات العسكرية خلال الجولة الأولى من المحادثات بين المفاوضين الروس والأوكرانيين، لكن الموقف تغير منذ ذلك الحين.
تزامنا أكد جوزيب بيرويل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن العقوبات دائما مطروحة على الطاولة، وأضاف أن الوزراء سيناقشون ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن اتخاذها. رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية وحليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أشار إلى أن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن. ميدانيا قالت أوكرانيا إن عشرات الآلاف قتلوا على الأرجح في هجوم روسيا على ماريوبول، وأن القوات الروسية أبطأت عمليات الإجلاء من المدينة المحاصرة، وأعلن الجيش الأوكراني أنه يستعد لمعركة أخيرة في مدينة ماريوبول. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو أمام نواب برلمان كوريا الجنوبية أن ماريوبول دمرت وهناك عشرات الآلاف من القتلى، لكن على الرغم من ذلك فإن الروس لم يوقفوا هجومهم. إيمانويل ماكرون ومارين لوبان يتنافسان في جولة ثانية حاسمة. تصدر الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته إيمانويل ماكرون نتائج الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بحصوله على 27.85% من أصوات الناخبين. وتقدم ماكرون على مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان التي حصلت على 23.15%. في غضون ذلك خرج مرشح اليسار الراديكالي جان لوي ميلانشون من السباق بعد حصوله على 21.95% بحسب النتائج النهائية الصادرة عن وزارة الداخلية، وبلغت نسبة المقاطعة 26.31% من الناخبين المسجلين، وهو أعلى مستوى لدورة أولى من انتخابات رئاسية بعد نسبة 28.4% المسجلة في 2002. ومباشرة وبعد ظهور النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، أعلن اليمين والشيوعيون والاشتراكيون والخضر دعمهم لماكرون في مواجهة ماري لوبان التي حظيت بدعم مرشح اليميني المتطرف الآخر إريك زيمور. وحذر ماكرون من انتخاب منافسته لوبان قائلا أنه في حال وصلت إلى قصر الإليزي فإن برنامجها سيؤدي إلى إبعاد المستثمرين، بينما من المقرر أن تلتقي لوبان بفريق حملتها قبل أن تستأنف جهودها على مستوى القواعد في البلدات الصغيرة والريف الفرنسي الأسبوع المقبل. رأت وزارة الخارجية الإيرانية أنه لا يوجد نص نهائي للاتفاق في فيينا ولن نتراجع عن خطوطنا الحمراء. واشنطن لم تظهر حتى الآن أنها جادة في العودة إلى الاتفاق النووي، لافتة إلى أننا مستعدون للعودة إلى فيينا غدا إذا تحققت المطالب. وأشارت إلى أن التوصل إلى الاتفاق كان ممكنا قبل شهر إذ كان الجانب المقابل مستعدا لتلبية مطالبنا، مؤكدة أننا رفضنا تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان لمعارضتنا استغلال الأمم المتحدة لأهداف سياسية. وكانت وكالة أنباء فارس نقلت عن المتحدث باسم خارجية إيران أنه مع نهاية الأسبوع الحالي سيتم الإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة. فاز شهباز شريف في تصويت برلماني ليصبح رئيس وزراء باكستان المقبل بعد انتخابه بديلا لرئيس الوزراء المخلوع عمران خان، وحصل شريف على دعم 174 نائبا من أصل 342 عضوا. وسيشكل شريف الآن حكومة جديدة يمكن أن تبقى في السلطة حتى آبل 2023 وهو موعد إجراء الانتخابات العامة. والرياضة مع داني حرب. بالمرحلة 29 من دور الألمانية للفوتبول فاز أربي لايبزيغ على منافسه هوفنهايم بالنتيجة 3-0. بلايبزيغ ليحسن الفيز موقعه بالمركز الرابع بالترتيب العام للكرة الألمانية أمام فرايبورغ ثم هوفنهايم، وسجل الفيز أنكونكو وهالشتنبرغ وشوبشلاي. كانت فرحة شابي هرنانداز مرتفعة بدور الإسباني للفوتبول بعد فوز فريق برشلونة على ليفانتي خارج ملعبه 3-2 بفضل هدف من لوك دو يونغ بال92 ليسجل البلوغرانا نتيجة إيجابية قبل لقاء أينتراخت فرانكفورت يوم الخميس بمنافسات يوروبا ليج. فاز الأمريكي رايلي أوبيلكا على مواطنه جون إيسنر بدورة يو اس مانس كلي بهيوستن تكساس بنتيجة 6-3 و7-6 ليحرز لقبه الأول على الأراضي الترابية والرابع بمسيرته الاحترافية. نال دراج غريسيني ريسينج إنيا باستيانيني فوزه الثاني هالسنة بمنافسات موتو جي بي بجائزة جراند بري أوف ذا أمريكاز
لا يصعد لصدارة الترتيب العام، وحل الإسباني أليكس رينز بالمركز الثاني بالجولة أمام الأسترالي جاك ميلر والإسباني خوان مير. نيل بروكلين نتس المقعد السابع بالمنطقة الشرقية بالسلة الأمريكية للمحترفين المؤهل لدور البلاي أوفس بعد ما هزم إنديانا بيسرز بنتيجة 134 مقابل 126 ببركليز سنتر ببروكلين نيويورك، ليسجل الفايز النصر الرابع على التوالي بفضل كايري إيرفينغ وكيفن دورانت. نشرتنا انتهت، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.